يا استاذ يا باشمهندس هو فين؟ احنا لسه الصباح مع الطوب. انا الازهرين اللي انت عاملها دي عايز ايه يا العين؟ جالك الموت يا طارق الصاره. انا قله الادب اللي على الصبح دي والاعوجاج والتسيب وهذا المصير. انت مش عارف بتكلم مين؟ وانت ما انتش عارف انت بتكلم مين؟ هكون بكلم مين يعني؟ راجل على باب الله. ساعي رئيس مجلس الاداره شخصيا. طز؟ طز في مين؟ طز فيه؟ مش من حقي اقول على نفسي طز ولا مره. طب اتفضل بقى كلم البيت، رئيس مجلس الاداره عايزك شخصيا. بتقول ايه؟ شخصيا. عايزني؟ انا مش موت. ديك الحلاوه، ديك الحلاوه، ان شاء الله. يلا يا وش الساعه. ليك الحلاوة. ابقى قابلني، ابقى قابلني. صباح الخير يا عطاري. صباح الفل. اخر تنكلمين. اخبار المانجا ايه يا اساس؟ ها؟ المانجا دي اللي عندكم خوف الترلالي. الترلالي يا مان. بقول لك ايه؟ قول لامك المانجا بتسلم عن فراغي. بلا فاخر انا محمود زاهر عبد الظاهر ومدي شويه مش فضيله هات لك علي ده مؤاخذه ده مداع. انا طلبت من مجلس الاداره ايوه فاخرك ها لانك عامل لي دوشه في المصنع والشركه. حضرتك فاكر نفسك عبقري زمانك؟ لا مش بسات عبقري. اخرس الأستاذ عبد السلام المدير العام طلب مني إنه أديك فرصة تانية علشان نخلص من العبطات اللي بتعملها دي. عبطات إيه؟ لا أنا عايز أفهم. اخلص. بلا ما أقول لك اخلص اخلص يا محمود. أنا فاهمك. ماشي. شوف لو ما مشيتش زي القالب وبطلت شغل الجنان بتاعك ده هفصلك. ده فرصتك الأخيرة بقى يا محمود بقى. استنى يا عبد السلام بقى أنت هتنيمني ولا هتنيمني؟ يا فندم يا سعادة البيع أنا عايز أشرح لك إديني فرصة أشرح لك. اتفضل. متشكر. يستر عارف. أنا قلت لك اتفضل. هات لي قهوة بسرعة يا سلام. اتفضل بقى. بعدين الفيلم ما بيفهمش حاجة في الجيش. إيه؟ قصدي يعني حضرتك مش دارس يعني. بقى. بقى. محمود. دفنت البيت دي. شرفت جهنم يا روح اللي جابوك.
مستر ابليس. انت فاكر الدنيا سايبه واعمل لي فاتك كمان. هاني حقوق الانسانيه تقدم عليا انياب. هاني عايز افهم. عايز تفهم؟ فهمني يا لذيذ. انا مستعد اضرب بالجزمه بس افهم اضرب ليه. هاني ما عدتش عايز افهم، سابك لضميرك يا حلوف. يا بيه يا بيه انا عايز افهم، عايز حاجه تخش الدماغ قوي. مش قصدي. ايوه يا لذيذ. حرام عليك وانا عليك. مش ضيع حالي. انت فين يا استاذ؟ انت كنت فين؟ ده الضرب هنا كان للركب. ده مش هو يا جماعه. ايه اللي انت عملتوه ده؟ مش هو؟ مش هو انا؟ مش هو عليا ولا بالكهرباء بتضربوني؟ ده مؤاخذه يا استاذ، مش انت المظبوط، بس ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جاي؟ جاي شقيتي. شقيتك اللي فوق اللي زي دي. ده انا نزلت في الشقه. احنا كنا مستنيين ضيف عشان نرنه العلقه دي، لانه عديم الاخلاق بيعتدي على اعراض الناس. ايه دي؟ يعني هو يعتدي على اعراض الناس وياخد راحته وانا انطرب من كل الناس؟ ها؟ ده منظر واحد بتاع نسوان يا بهايم. ما قلنا متاسفين. ما فيش متاسفين، انت تقول متاسفين انا اقبلها ولا ما اقبلهاش؟ ايه ده ولا ده؟ النفختين دول يا هلي بترضع عيون صغير، اطفال صغيرين يا هلي. ها ها ننزل ايدك، ننزل ايدك. ما قلنا متاسفين. ما قالك سوري بقى. سوري بلطجي مثقف. حقك علينا، ما تزعلش. ما تزعلش ايه؟ دماغك ابوسها. مش عايزين لما احنا بياخدنا، مش عايزين لما حد يندخل اسعاف الله يكرمك. انت هتلحن الامر. انت ايه اللي عمل فيك كده؟ هقول لكم ايه؟ ماني لو حكيت مش هتصدقوني. طب بس اسكت اسكت، على الاقل استريحنا من افكارك شويه. افكاري دي مش هتستريح منها يا باشمهندس عبد السلام، فاهمني؟ ها؟ والاختراع بتاعي هينجح باذن الله، الاختراع كله هنا. ها؟ مكنه قد كده اهو، اللي هتمشي العربيه زي ما انا عايز، والتجربه هتتعمل في ميعادها. ايه رايك بقى؟ هتتعمل ازاي بس وانت مدجش بالشكل ده؟ هتتعمل ازاي؟ ده انت يا مستني. جاي تتخانق معايا ولا جاي تتخانق معايا؟ جاي تديني. انا مداش صحيح بس دماغي سليم. ايه رايك؟ ما هي دماغك دي اللي وديتك في داهيه، دشتك وهتودينا في داهيه معاك. داهيه عبقري زيي اعمل لكم عربيه تمشي بالميه وتقول لي تروحوا في داهيه يا جهله؟ يا ابني ميه ايه وهباب ايه؟ لا مش هباب، ميه. يا ابني انت عايز تجنني؟ عايز تجنني؟ ده العالم كله ما قدرش يوصل للي انت عايز توصله ده في يوم وليله. يوم وليله؟ انت اللي بتقول الكلام ده يا عبد السلام بيه؟ يوم وليله؟ ده انا شغال في مصنعكم تسع سنين وانا في الثانويه العامه، دخلت كليه الهندسه عشان اطور نفسي، عشان اخترع حاجه تفيد مصنعكم وتفيد البلد، تقول لي يوم وليله؟ ايوه انا فاهم، بس انت صعبان عليا، ما تعيش في احلام. برضه بيقول لي احلام. انت بتكسر مقاديفي ليه؟ بتكسر مقاديفي ليه؟ لا انا بمجرد خروجي من المستشفى هخف وابقى صاد سليم، وهعمل التجربه هعملها وهتنجح. بس انت عليك تكلم لي رؤساء بتوع مجلس الاداره، وكلم لي الناس بتوع الشركه دول، المديرين بتوع الشركه الزفت بتاعتكم دي، وخلاص. خلصت روحك، خلصت روحك. لا عليك ايه؟ خلصت روحك. انت هتجنني؟ هتجنني؟ هو انت عليك تخرف وانا هتهزع؟ رئيس مجلس الاداره ايه اللي هيجي لك اجتماع زي ايه؟ اسمح لي اقدم لك بوكيه الوردة باسم السادة الزملاء اعضاء اللجنة النقابية التي اتشرف. اقول لك ايه، انت هتعمل لي فيها خطبة؟ جاي يزورني في قرافة، طلع قرافة علي. هات يا اخويا الوردة، هات. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، انتوا عارفين شايفينه هو مش قادر يتكلم. ايه يا عم مصير؟ مع السلامة. مع السلامة. طبعا لابسين لي بدل. ما شاء الله فرجت. طبعا هم يلموا على حسي في المصنع. يلموا، طلع لهم ب 200 جنيه، جايبين لي بوكيه 5 جنيه. انا هفضيح عليك. اخلص، بقول لك ايه، هما كلمتين ورد غطاهم. ها التجربه هتتعمل وهتنجح، ورئيس مجلس الاداره حي غصب عنه ورجله فوق رقبته. يا اما ها انت عارفني، ها هشغل لك الخمسه الخفيف. ايوه عارف الخمسه الخفيف. خلاص عارفهم، عارفهم الخمسه الخفيف والسته الطوال وكله. هطيح بيكم واحد واحد. طيب خلاص خلاص، الف حمد لله على السلامه يا محمود بيه. انت جاي تخانق، انت عصبي جاي تخانق، وديني لما هم هشوف عامل فيك. صباح الخير. اهلا يا عيش. اهلا. الله، ايمانك يا بيضه. بيضه ولا سودة؟ شفتي يا عيش زمايلنا في المصنع عملوا ايه؟ جايين يحطموني ويكسروا مقاديفي. ولا يهمك يا حبيبي، بكره يعرفوا امتى. حسبي ايه يا عيش، عمال اتفاصي ايه.
يعني فكره كده ان الاختراع دي هينجح؟ طبعا يا حبيبي هتنجح ان شاء الله. انا مؤمنه بيك وبافكارك ايمان مطلق يا محمود. انت عبقري. ايوه ايوه، بس المهم يعني هطلع لهم لساني ان شاء الله. ان شاء الله. يا سلام يا سلام لو الاختراع ده نجح وكسر الدنيا واتلم انا وانت في بيت واحد والمدعو ابوكي لا مؤاخذه يعني معلش ما تزعليش يقتنع ان مقام البني ادم مش بفلوسه، لا بجزمته. اقصد براسه. طب خد خد دول. ايه دول؟ دول 4000 جنيه عشان تكمل صرف على تجربه. لا لا يا عائشه كفايه بقى كفايه، انا خدت منك كتير وبتكسف. يا حبيبي انت كل مره بتتكسف وكل مره بتاخد. صحيح. خلاص اللي مطمني ان انا بعيد عن نوتي وفي الاخر هدهم لي في علاير المليم. صبركم علي يا اولاد المصنع، صبركم علي. ان ما وريتكم انا حوريكم ان المهندس ابن الفلاح البسيط هيقلب الدنيا راسا على عقب يا اولاد الكلب. جاهزين يا فندم؟ طب يلا عشان انا مش فاضي. انت بتكبسي من اولها. لا مش فاضي ده. احنا بنعمل اخطر تجربه سيارات في القرن العشرين وتقول لي مش فاضي دي؟ معلش يا فندم، اصل من كتر الاختراعات مخه اتلحت شويه بقى ناقص خمسه. لا لا يا عبد السلام بقى، يعني مخي ما اتلحش وانت فاهم كويس قوي ان انا بتكلم صح. بس انت اللي خايف تتكلم دلوقتي علشان ما ياخرلكش العلاوي وما يسحبوش العربيه اللي بتوصل بيها العيال المدرسه. يلا خلصنا، انت هتزلني عشان اختراع؟ اتفضل. حاضر يا عبد الجواد بقى، حاضر. ان ما زليتك حالا دلوقتي على الملأ. خليك معايا يا عائشة، هطرح القضية. اشكركم يا حضرات لانكم اهتميتوا بعد 9 سنوات من التريقة والسخرية تقولوا عليا معتوه مجنون. انا هثبت لكم ان العبقري اللي بيشتغل في مصنعك يا عبد الجواد عمل ايه. تجربة بسيطة، سيارة هتمشي بالمية من غير جاز، من غير سمنتو، من غير اي سائل اخر. بالميه. عربيه تمشي بالميه وصحالي. هتمشي بالميه. الاختراع دي هيهز العالم عشان نخلص من مشاكل البترول، عشان نغير موازين العالم. ومصر هي اللي بتخترع العربيه دي، هي اللي تعملها وتصنعها. اما في هذه اللحظات العاسره لا يفوتني ان اشيد بالإنسانة اللي سندتني وساعدتني في نجاح هذه الإنسانة، الست عائشة. لو نظرت لها ودققت فيها مش هتلاقوها إنسانة، دي مش منظر إنساني. ايه بتبص على ايه؟ انا بقول مش إنسانة يعني ملاك مش حمار. لا يفوتني الا ان اشكر الآنسة، الآنسة عائشة، الآنسة الباضة الرغداء المدملكة. شكرا. يحب النبي يصلي عليه، يحب النبي يصلي. بس يا جماعة بقى، بس يا جماعة ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. يلا خلصنا. التجربة اللي احنا بنعملها دي هتهز العالم. طبعا انت لا يهمك ان العالم يتهز ولا ما يتهزش، كل اللي يهمك ان بعد ما تنجح التجربة يعينوك وزير. خلاص بقى يا محمود اتفضل. عشان خاطرك انت بس يا عائشة، انت الوحيده اللي بحترمك في القعده دي. بسم الله الهادي. شوفوا حضرات، قبل ما ابدا اوريكم التجربه في شويه حاجات كده عايز اني افهمها لكم. ان البنزين اساسا كان بيتحط في التانك بتاعه وبتدور دوره كامله. احنا عايزين ازاي نحتفظ بالمي؟ عبد الجواد نمت يا عبد الجواد، اصحى. ايه 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 في ايه؟ سيادتك عامل لي مشغول وكل شويه تقول لي مش فاضي مش فاضي وجاي لي تنام. عيب يا محمود. الله، البيه مش نايم ده بيفقر. قصدي بيفقر. عيب عليه هو اللي عيب بقى. اخطر تجربه اللي بعملها فريد فيها عمري وتقول لي عيب ويجي ينام لي. ايه تهبيط الهمم ده؟ ها يا اخي خلصنا في نهارك اللي مش هيخلص ده. ثانيه واحده يا فندم بس. خلاص بقى يا محمود، خلاص بقى يا محمود، بلاش فضايح بقى وابتدي. الله، مش شايفه مناظرهم يا عائشه؟ مناظرهم كما لو كانوا رايحين جامع عمر مكرم، مش بيحضروا التجربه ناجحه. المفروض يجوا فرحانين ومزقطزين ومنتعشين. بعدين معاك بقى، ما كفايه عليك، انا مبسوطه يا محمود. خلاص بقى عشان خاطر. ماشي ولا انت مبسوطه؟ خلاص. شوفوا حضرات، الجزء اللي هوريه لكم ده، الجزء دي
هو اساس الاختراع. بقيه المطار زي ما هو ما حصلش تغيير كتير، والجزء ده خاص بتحويل الطاقه المطلوبه العربيه من طاقه البترول لطاقه المي. طبعا انت ما انتش فاهم حاجه خالص، انا عارف. اللهم طولك يا روح، لولا ان انا عارف انه السيد وزير الصناعه مستني نتيجه التجربه كنت سبتك ومشيت. اهديه، يعني كمان جاي غصب عنك؟ يا محمود يا اخويا، انت حاطط ليه نقرك من نقر السيد رئيس مجلس الاداره؟ هو شكله على بعضه كده مش عاجبني. معلش يا شيخ خاطري، معلش. يلا يلا اتكل على الله، يلا عايزين نتفرج بقى على حاجه حلوه، يلا يا حبيبي. طيب يلا صلاح، يلا بسم الله الهادي. بسم الله الهادي. بس يا ايوه يا اخي، سلكة طالعة مش طالعة. يلا شغل يا صلاح. مفيش يا باشمهندس خالص. ها؟ مفيش. مفيش ازاي؟ مفيش خالص يا باشمهندس. واصل يا صلاح. مفيش يا باشمهندس. يعني ايه؟ مفيش يا باشمهندس. اوعى يا صلاح، اوعى انت، اوعى وشي. معلش مش مهم النهارده يا محمود، ابقى شغالها في اي يوم تاني. كان لازم تشتغل. فين؟ في المنام؟ يا سعادة البيع هتدور، اكيد هتدور، مش في المنام ولا حاجه، هتدور حالا. حضرتك عارف. عارف ايه؟ عامل لي مخترع وعبقري حضرتك؟ بقى بذمتك ده شكل واحد مخترع؟ ده شكل واحد هيقلب الكون؟ كفايه بقى بيه، كفايه. اخرس اخرس. انا تذلني؟ أنا تفزعني وأنا نايم؟ قصدي وأنا بفكر؟ آخ، لو كان في إيدي إنه أفصلك كنت فصلتك من زمان. لكن مع الأسف في قوانين عمل. لكن معلش، هيجي اليوم اللي هتقع فيه وأخلي اللي يتفرج عليك. اللي ما يشتري يتفرج. اللي ما يشتريش يتفرج. عارف عارف. المخترع قال. هزلت يا فندم أعصابك، لا تتجنن زيه يا فندم. هزلت. يا سيدات ازاي عايشه؟ انت اللي حاسه بيا، انت عارفه مستقبلي في كل اللي بعمله دي. ضيعت 99 من عمري، اتهزقت بقيت ملطشه لكل واحد، دلوقتي هيتريقوا عليا اكتر. انا خلاص مش قادر استحمل، مش قادر. طب يا بابي، انا فاشل، انا فاشل فاشل. خلاص بقى يا محمود، معلش يا حبيبي، قومي عشان نمشي بقى عشان تستريح. خديني قبل ما يتريقوا عليا بسرعة، مش عايز اشوف حد. الجدع لما يفشل لازم ينتحر. ايوه، بسم الله الهادي. لا دي حتى تبقى موتة بايخه. اجزر اجزر اجزر، لسه هنقطع الشرايين، شرايين تتبهدل، تخر منها دم دم. يا ويعني لا يا سلام، لو كان عندي بانيو كنت غرقت نفسي فيه. لا لا، برضه متبايخي وراها معنى سخيف. ما وزوا عليا يقولوا اني غرقت في شبر مي. طب اعمل ايه؟
بس ده ايدي ده جاهز صح لا لا حاجه تخرب والدم يزرق ويبقى منظري بالبلي لا ما ينفعش طب اعمل ايه انا جبان جبان ما عنديش شجاعه اني اموت نفسي طب اعمل ايه لازم يكون في حل الو ايوه عايش لا ابدا مفيش مفيش هكون عامل ايه يعني عامل عيشه طب وليه الياس ده بس يا عيشه قصدي يا محمود عايزاني افشل الفشل الذريع دي وما يقاسش ليه وانا قبلتي ايه حلوه ده امل عمري ضاع ضاع يا عيشه معلش يا محمود حاول تاني يا باشمهندس مش هحاول خلاص انا اتعقدت يا عيشه اتعقدت مش هحاول الو الو محمود عم ابو اليزيد هنا مين اللي هيسال عليه اني انت مين نقول له مين يعني اني محمود زاهر عبد الظاهر من عند صفطيه اوقف مكانك ما تتحركش ماشي نقول له محمود مين محمود زاهر عبد الظاهر من عند صفطيه هو عارف اوقف مكانك ما تتحركش ماشي عبد الظاهر مين ابوي اني محمود وزاهر ابوي وعبد الظاهر جدي اقول لك قول له حفظ مكاني عارف ما تتحركش ماشي اثبت يا جدع اثبت يا اخوي اثبت ماشي مستنيك جوا روح له ماشي وقف مكان ما تتحركش اقف كيف اقف كيف يا محمود يا ابن الناس الافاضل اهدي حضرتك لسه فاكرني الله يرحم والدك وناسك نازلهم فضل علي يا ما سرقنا منهم معيز معيز بس انا عايز اتكلم معاك قول قول يا حبيبي دول مش اغراض بس انا كنت عايز اتكلم كلمتين على انفراد قوموا يا رجال قوموا اجري يا صاح اعمل لنا كباب شاي تتأمر يا سيد الرجال اقعد اتفضل شاك اهلا اهلا مرحب انا واقع في ورطه وعارف ان مفيش حد هينجدني منها غيرك انت يا عم ابو اليزيد لانك راجل جدع رقبتي سداده لا انا مش عايز رقبتك انا عايزك تاخد رقبتي تقطعها واقطع رقبتك كيف تموتني يعني واموتك كيف وباي طريقه تختارها اها انا اول مره اشوف واحد يكري على نفسه يعني عايز يقطع رقبه نفسه اصلك ما انتش فاهم بصراحه اني محكوم عليا بالاعدام اعدام اني طلع عندي المرض البطال يا ساتر يا رب ايوه والدكاتره كلها قالوا لي انك هتموت بعد 4 اشهر يعني ميت طب ما تستهدى بالله
وتنتظر الاربع اشهر دول وتموت براحتك. انتظار الموت وحش يا عم ابو يزيد، بيموتني في اليوم 100 مره. عندك حق، الله يكون في عونك يا ولدي، بس دي شغلانه كبيره قوي، تودي في داهيه. تودي في داهيه وانت يهمك يا ابو يزيد؟ ده انت قتلت قتله معتبر، ده انت بتقتل وبتأزأز ليه؟ ايه الكلام ده؟ ده البلد كلها بتتكلم عنك وعن مصايبك السوداء. اشاعات يا ابني اشاعات، ده اللي زي الحمل الوديع. حمل وديع ولا عجل وديع؟ عني تايه عنك وفاكرني الحكومه هتخاف مني؟ انت تشرب الشاي وتتوكل على الله يا ابن الناس. اسمع بقى، انا جاي لك في بيزنس، عاجبك عاجبك مش عاجبك اشوف غيرك. انا عندي شقه هبيعها وادي لك 20,000 جنيه. بتقول كام؟ 20,000 جنيه. ادي 4,000 والباقي بعد ما تخلص العمليه. طب وانا ايش ضمني ناخد الباقي بعد ما تتوكل؟ ماني ليا خطيبه اسمها عايشه هتديك بقيه الفلوس، انا معرفها تسدد ديوني كلها. هو معقول؟ معقول خطيبتك تدفع ثمن قتلك؟ ما هي مش هتعرف انك انت اللي قتلتني. اتفضل ادي الكمبياله اهي. بس قول لي ايه، انت ليه ما قتلتش نفسك؟ فكان زماني خلصت. انا جيت لك عشان كده لاني جبان واخاف ما اقدرش اقتل قطه. انا عايزك بقى بصراحه تقتلني قتله غدر، موته غدر، بس ما احسش بالم. ومهما تحيلت عليك يا ابو يزيد، لو بوست ايدك بوست رجلك اوعى ترحمني، انت تذبح وخلاص. خلاص هنذبحك يا ولدي. الله يكرمك ويخليك. اتفضل ادي العنوان بتاع عم ابو يزيد، بعد 3 ايام تكون عندي وقتلني. وبعد 3 ايام بالظبط يعني يوم الخميس، عارف ليه؟ عشان اني بتفائل بيوم الخميس. طب وليه 3 ايام؟ طب ما نقتلك وعلى الاقل نيت منك هنا. ايوه مظبوط. لا بس انا عندي شغل كتير وعندي مشاوير كتير لازم اخلصها الاول. وخلي بالك انا جبان جبان جدا، يعني اتحايل عليك اقول لك في عارضك يا ابو يزيد، في طولك ابوس ايدك، ما يجعوا بيا، طخني اذبحني فرتكني. عندك حق عندك حق. طيب استاذن انا بقى. لا ما شربتش الشاي. لا تشربه في المياتم باذن الله. وزي ما بقول لك مش عايد عليك، مالكش دعوه بيا، مهما استرحمتك مهما تحيلت عليك طخني يعني طخني. اطمن احنا واخدين على الحاجات دي، هنقتلك براحتك. واني هدعيلك يجعل لك في كل خطوه جريمه باذن الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. الدنيا فانية. تزعلش، انت هتروح المكان اللي لا فيه وجع قلب ولا مرض بطال ولا يحزنوا. ايوه بس ابو لزيد انا مش عايز اوصيك، انا عايز موتة ابقى مستريح فيها ما احسش باي حاجة وانا بموت. اطمن رقبتي سدادة، احنا عندنا القتل كيف شكت الدبوس. انا سامع انا سامع سامع. مع السلامة. ربنا يبارك لك في ايدك. مع السلامة. اطمن مش عايز اوصيك. هتتقتل براحتك. الله يكرمك. مع السلامة. محمود. قلت لك 100 مرة بس مش محمود. من هنا ورايح إلى اسمي عيش. يا حبيبي قلقتني عليك قوي. ده ربنا الأستاذ في التليفون ما بتردش. ممكن أعرف بقى بتحكي فين يا أستاذ؟ كنت في داهية. إيه الكلام الفارغ اللي أنت بتقوله ده؟ مش أنت محمود اللي أنا أعرفه. فين محمود الطموح الصبور؟ أنت عبقري. انت عارف ان ده رأي فيك طول عمرك ولازم تفضل عبقري يا محمود. لا انا فاشل. لازم تحاول تاني. مقدرش يا حبيبي. لازم تحاول تاني، اكيد في حاجه غلط في اللي انت عملته وما خدتش بالك منها. ازاي ازاي؟ الاختراع نظريا مظبوط، عمليا مظبوط، هندسيا مظبوط، لوغاريتمات وتكنولوجيا مظبوط، كل شيء متعلق بنظريتي مظبوط 1,000,000%. يبقى ايه اللي حصل يا عيش؟ مساله بسيطه في منتهى البساطه. انا موصل الاسلاك كلها صح، كل حاجة موصلة صح. ادي السلك ده هني ومع السلك ده هني، وموصل على شاحن البطارية عشان ياخد شحنة بسيطة من البطارية، ويا دوبك بس ارفع الزرار دي اللي فوق. لا تدور ما ضربش. ليه؟ ليه ما الموتور شغال يا عائشه؟ ايوه يا محمود. شغال ازاي؟ يعني هو ده دلوقتي؟ ايوه يا حبيبي ما هو قدامك اهو. قدامي ايه؟ يعني مش مستوعب يعني الموتور شغال. ايوه يا محمود الموتور شغال. ايوه حبيبي. يعني زي ما اتطرقت وشغال بقوه الميه؟ ايوه يا محمود. انا بشتغل بالميه. ايوه شغال. استنى استنى ما تتصرف عليه، استنى استوعب. شغال بالميه على الاختراع. ايوه يعني هو دلوقتي داير وشغال. طبعا يا محمود ما هو قدامك اهو. لا انا بحلم انا بحلم. لا حبيبي الحقيقة لما هو داير، هو داير صوته باين، داير نشتغل، يبقى انا عبقري يا عيال. عبقري.
طري ابوسك ابوسك ولا ابوسك انت عايشه اشتغلت بالميه اشتغلت بالميه ياخد الكيروسين والبترول كله والجاز عاشت الميه حره بي عاشت ميه النيل اللي شفت منها وخلتني عبقري هو فين هو فين بس الزفت الطين عبد الجواد رئيس مجلس اداره اكيد في بيته طبعا تعال تعال نروح له تعال نروح له مش مهم لازم اصحابه من افاها لازم يجي يشوف التجربه اشتغل حلوه جميله كراسك زاقه كراسك زاقه عشان تشتغلي ماشي يلا يلا عايشه بس انا مش بقول اروح وقت متاخر عند الناس كده يا محمود مش مهم مش مهم يا عايشه مش مهم اهم جزء في التجربه من غيرها ما تمشيش يلا بينا يلا حبيبتي طب اقول لك أنا حضرة المقدم أمير الله مباحث جنائية لواء أمن مركزي محمود زهر عبد الظاهر يعني إيه يا بيه؟ قال لي أنا مخبر يا بوي تفتحي بقك القوة جاية دلوقتي حالا ليكي مطبخ تخش فيه أنا مش عايز أقولك في رجلين معاهم فاهمة ولا لأ عبد الجواد في أوضة النوم أيوة يا بيه في أوضة النوم شش ولا كلمة احبسي نفسك في المطبخ ومهما حصل ما تفتحيش باب يلا انقلب بسرعة بسرعة القوة جاية حالا عبد الجواد يا عبد الجواد تقريبا نيجي يا عبد الجواد اصحى اصحى فوق عبد الجواد اصحى عبد الجواد ايوه عبد الجواد اتاخر شويه الدنيا حر اهبطي يا انيسه انا مش انيسه انا جايه بشرك ايه ده ايه ده ايه 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 تعمل ايه ايه اللي جابك تعالى تعالى بره تعالى بره لمي نفسك يا انيسه تعالى بره بره انت اتجننت بتقعد يا عبد الجواد ايه اللي جابك هنا في ساعه زي دي يا مجنون وانا ايه بيني وبين مراتي امشي اطلع بره بره ده يعني اشحت منك بره يا حيوان مش طالع بره انت مستقبلك في ايدي يا عبد الجواد اسمع يا ابني احنا هنا مش في السرايا الصفراء احنا في في بيت محترم عشان البيت المحترم ده يفضل مفتوح تسمع كلامي تلبس هدومك وتنزل معايا انزل اروح في الساعه 3 الصبح تجربة نجحت يا تجربة ايه يا محتوه؟ خابط يفك الحمسين لك ما تخبطش يا عبد الجواد بقول لك هتنزل التجربة كسرت الدنيا كسرت الدنيا يا عبد الجواد انا جربتها في البيت الموتور اشتغل خبطت الخطة اشتغل على طول اشتغل بقول لك بعد ما التجربة دي هتنجح هبقى محط انظار المجتمع كله فاهمني؟ وساعتها هيبقى مستقبلك في ايدي ان ما تعادلتش معايا هشحتفك انت وانيسة واولادك فاهمني؟ جرايه يا استاذ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا مؤاخذة يا مدام انيسة هو اللي اجبرني عامله المعاملة السيئة دي اصله مش عارف مصلحته ما تصدقوا يا محمد يمكن الكلام اللي بيقوله ده مظبوط ولا ما كانش جه في وقت زي ده جرى ايه يا انيسة؟ بقول لك عامل التجربة دي 50 مرة وما نفعتش فشلت واني بقولها لك 100 مرة افهم بقى يا مخ تخين بقول لك نجح شفتها بعينك؟ اقول له ايه؟ اقول له انت ازاي مستعملها عايشة معاه ازاي؟ خلاص خلاص الصباح رباح مفيش صباح ولا رباح دلوقتي حالا تتصل برئيس الوزراء بالوزير بوكالة الانباء الشغل الاستاذ يعمل لك همه ده انت خلاص هتترقى وتنضف وتبقى بني ادم يوه يا مؤاخذة مدام اصل جوزك ده ما بيجيش غير بالسك على دماغه خلاص خش انت يا انيسه وانت بره ما انا لو طلعت بره من هني هنزل على المسؤولين واحد واحد الف عليهم واخش اوض نومهم واقول لهم انك انت اللي بعتني انت عاوز توديني في داهيه يا مجنون خلاص اتصرف انت يا عائل اتصل بيهم خلاص خلاص هاخد معاهم بكره لكن تعرف لو الموتور الزفت بتاعك ممشيش انا هقتلك واخش فيك اللبان يا عبد الجواد ايه الالفاظ اللي انت بتقولها دي سبت ايه الصيع عيب استنى واحد واحد حتى رباطية عليا ولا ايه ما اعرف اتكلم اسمح لنا بحديث صح ما لا حديث بلا ليلة لسه لما التكلفة تتعمل هتقعد تقره من اولها بس يا حبيبي او خش في عين احسن خش في عين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله كل شيء بخير ان شاء الله كله بامر الله الحمد لله تمام ايه مالك يا محمود ابن خايف بس فرحان فرحان دي وعرفناها انما خايف من ايه بقى خايف البتاع المهببة دي النيلة دي ما تدورش ما تدورش ازاي بس ما يدارك ايوه مجرد هواجس هواجس يا عيش يا حبيبي انت لازم النهاردة تبقى اسعد واحد في الدنيا زي بالظبط
ايوه حاضر، ما انا بقى انا فرحان اهو، ابتسمي ابتسمي عشان نازل خدي بقى. ممكن ناخد حديث منك يا باشمهندس؟ حاضر، بس بعد التجربه، بعد التجربه ان شاء الله، ما احبش المقاطعه، بتشائم. عبد السلام. ايوه الله محمود. حاضر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. واسفين الازعاج، انا عارف انه سيادتك كان وراك سفريه. محمود بيه تعالى اكلم الافندي ده. من الافندي ده متهيألي شفته قبل كده. مين دي؟ ما اعرفش بس باين انه مهم قوي. ايوه يعني شفته دايما يقص شرايط في التلفزيون، مش كده بيقص شرايط في المحلات بتاعت الجزم والعطاره. يا راجل محلات جزم ايه وعطاره ايه؟ ده بتاع محلات الاقمشه. ايوه ايوه هو بيقص. اروح له. اروح له. السلام عليكم. محمود يا فندم، المخترع الكبير. اهلا يا ابني. اهلا وسهلا. ربنا يوفقك. الله يكرمك. ده احنا هنقلب الدنيا. اه طبعا يا فندم، لازم نقلب الدنيا يا فندم، كله بفضل ربنا وفضل عبد الجواد بيه. هو ما عملش حاجه، بينفذ تعليمات. ده اداه ابنها. يا عبد السلام بتهك الدنيا لا قدام البيت المسؤول. خلاص دول عالم ارعجيه يا بابي. حرام عليك. ده كلام ده كلام محمود. محمود انت مش ناوي تخطب النهارده ولا ايه؟ لا ان شاء الله هكتب كتابي على الست عيش. كتاب ايه؟ تخطب يعني تتحدث؟ لا مش هخطب. سيبك من الخطب بقى، انا لن اتحدث. هسيب عملي هو اللي يتكلم المره دي بالذات. مش هتكلم. لن اتكلم ولا اتحدث. سوف اصف التجربه العمليه هي التي تنطق بما اريد. نعم لن اتشنج ولن اتعاصى ولا اتحدث زي الذين يتحدثون عن مصر كما لو كانت كلها سلبيات. ان مصر بها ايجابيات، بها عبقريات باسه. اتركوا المجال يا ساده لهذه العبقريات الفاسده كي تنطلق. نعم ان دول العالم ما يهمهاش ان مصر تتقاسم. مصر عظيمه وبصفه عظيمه. ايوه بسرعه شويه خلصنا. نعم سوف تتقدم مصر بعبقرياتها الفاسده. والان ايها الساده فلنبدا التجربه. وفتح عينك تاكل مال بان فتح مال بان تاكل عينك وحصف عينك اللي ما تصالح النبي. سافة النبي. دمه زي العسل. هو عبقري صحيح بس خمسة. اتفضل يا ابني. ماشي ماشي سرباش. الله الهاد. يا دايون تعمل كده معاي؟ معلش. يا التالتة تابتة يعني دايما الصباح وصع صعبكم في الاول. ما تخافش عبد الجواد ما تخافش. قريتك. يفرح يا محمود يفرح. خلاص تلقاه ان شاء الله هتشتغل بإذن الله. منتظر تكسب من الجهاز ده ملايين الجنيهات. يا ترى هتودي الفلوس دي كلها فين؟ اعوذ بالله يا ناس يا شر كفايه قار. ما تبصليش بعين رضيه، شوف اللي دفع فيه. اعوذ بالله. يا كوفا مزن يا سن سماهو دي تبنى مش ده بعد نساوي شفت. ها ايه دي جنسيتها؟ ايه دي؟ بولنديه. طب بتقول لك تبيع الاختراع ده هو لشركه عالميه؟ انا طب انت بتسال، ما تسال انت. واخدها جنبيك منظري ولا منظري؟
لا طبعا، على مية مين يا ابني، على مية مين؟ الشركة المصرية، مصرية 100% هي اللي هتعمل العربية اللي بتمشي بالمية. لا ده احنا صاحيين ومفنجلين قوي لا مؤاخذة. عايشة عايشة تعالي عايشة في اللحظة. ثانية واحدة، عايزين نعرف. عايشة عايزين بس نعرف. عايزين 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 نعرف. بقول لك يا عيال، 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 بقول بالبيت. طبعا لابس لك احلى بدله، البدله اللي هي عشان خاطر عيونك. ما انا كمان يا حبيبي لابسه لك فستان. لابسه لابسه ايه؟ انت مش لابسه حاجه، استوري نفسك وحطي على خيبتك بجوه. لابسه كده محمود. المهم هاخدك دلوقتي وعشيكي في احلى محل جزم. نعم يا حبيبي. مقلب نايت كلاب، اطلع على طول. حاضر يا محمود. يلا ورا. بلاش اسكالوب، انت معطلنا ومش عارف اكلمها كلمتين على بعض. خلاص هات حمام، هات حمام. حاضر. لا 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 مش عايز حمام. والحمام عندهم هنا زي العصافير وحاجه. انت هتاخدنا في دوكا. لا بلاش حمام. سمك. ماشي ماشي، هات سمك. في سمك. فين سمك؟ لا عايزه جمبري. ارسي على حل يا عايشه. ماشي ماشي يا جمبري، ماشي يا جمبري. بس خلي بال حضرتك الجمبري هنا غالي شويه. ادي ايه اللي غالي ولا مش غالي؟ ده انا داخل على واسع يا ابني، انا جايبك منظر هيني. بس عارف ان انا مش هدفع المرات. لا ماشي يا جمبري، ماشي يا جمبري. اسمع اصل الاكل مش عايزين، احنا عايزين نقعد نتكلم، بلاش اكل. اسمع، هات لنا اتنين خروب. نعم اتنين خروب. لا يا فندم هنا بقى مفيش خروب. خلاص ماشي، يا اتنين عرق سوس. اقول لحضرتك حاجه، لما تبقى ترسو على حل تبقى اندهلي مش فضيلك. نفر 15 جنيه من غير العشاء. هندفع يا ابوي، ما عدا عشانك. ولازم يكون في بدل كمان. ايه؟ لازم يكونوا لابسين بدل. ليه؟ عجبكش خرجتنا؟ ارجع ارجع. بس عندنا البدل هنا بتتأجر. بس السلاح ممنوع. دي معلش، خد دي. اتفضلوا. يلا. Thank you.
ده ابو اليزيد. ابو اليزيد ده ايه؟ ابو اليزيد لا ما تموتنيش يا ابو اليزيد، مش عايز اموت، انا جاد بكلامي، انا عايز يزيد افهمني، اصل حصل ظروف، جات ظروف، اني اصلي اني اخترعت اختراع، قصدي اني خفيت من مرض البطال خلاص. ابو يزيد خد الفلوس كلها، هديك فلوس غيرها كمان، ما تموتنيش، ما تقتلنيش، اني بقيت ثروه قوميه يا غالي. ما ناخدش فلوس حرام، ما تخافش، هموتك براحتك. هم عايزين يموتوك ليه؟ وده وقته عايش، ده وقته، خلينا في اللي احنا فيه، انا مش فاهم الواد المتر ده ما جابش 10 جنيه دلوقتي ليه؟ ليه ما راحش البيت؟ لان ابو اليزيد عارف عنوانك وممكن يجي يقتلك. اه مظبوط مظبوط. من فضلك عايزين نحجز اوضه باسم دي. للاسف مفيش اوضه خالص، مفيش غير البرا سويت. برا سويت؟ خلاص. طيب مفيش مانع. لا لا مؤاخذة يا عيشة يا عيشة بتاع سويت ايه السويت؟ انا حيمتي النظر اجيب منين يا عيشة؟ يا حبيبي انا معايا فلوس ما تحملش. ايوه بس على النوتة يا عيشة. ماشي يا دي النوتة. من فضلك مفتاح السويت. ايوه شاكرين قوي. فينك؟ محمود زاهر عبد الظاهر معلوم. خلاص يا محمود خلاص، انا هديك كل الدنيا. ها يا طارق، انت محمود دلوقتي؟ ما فيها البارك سويت. انت جاي لك يا طارق، خلي بالك من نفسك وانت ماشيه يا طارق. ما شاء الله. أي خدمة تانية؟ ها؟ أي خدمة حضرتك تاني؟ استنى استنى، أنت ابن حلال، أنت اللي دلتني على المكان، بتتعبوا بتشفوا، أنا عارف مرتباتكم بسيطة، ما بتحواشوا في حاجة. معقولة؟ أنا أي خدمة؟ لا متشكر. طب خلاص اتفضل، هتفرج عليا يا واد، اتفرج عليا، خليني في اللي أنا فيه. ما شاء الله. أي خمه؟ فين السرير؟ فين السرير؟ حرام على الكراسي. فين يا ناس؟ كل دي أوضة، كل ده سرير، ده تريند. إيه البراح والمرطع دي؟ في لوحدي؟ ما شاء الله، بسم الله، بسم الله ما شاء الله. يا هلال دستور. اهدي اهدي، كل ده حمام ما شاء الله، او الحمام دي يعمل له 3 عمارات اسكان فوق المتوسط. كل ده طيشت وفوت على الارض، يعني الواحد يستحمى ويلايف على الارض ما شاء الله. يا كبدو امك بيبو خسين. الله، من قايلة لك يا ماما اني سهران، بس حد يسهر لغايه دلوقتي يا عيش يا بنتي.
بصراحة بقى يا بنتي الولد المجنون اللي انت ماشية وراه ده انا مش مستريحته. مجنون ايه بس يا بابا؟ ده واحد العالم كله بيقول عليه انه عبقري وحضرتك تقول عليه مجنون؟ عبقري على نفسه. انا المهم عندي في الموضوع انكم تتجوزوا، وبعد ما تتجوزوا اعملوا اللي انتوا عاوزينه وان شاء الله تاكلوا بعض. حاضر يا بابا ان شاء الله هقول. قصدي اطمن حضرتك خالص اللي انت عايزه هيحصل. صحيح بنات اخر الزمن. من باب السكرتير يا باشا مهندس. اه الكلام ده كان زمان يا رخاله. كمان الخبر اتعكد ايه؟ مش كده بس، مش محمود قلبك يا محمود، بنقول لك ممنوع. اقول لك ايوه. ايه اللي في ايه؟ فهموا يا محمد يا عبد الجواد ان الامل اللي انت فيها ونضاتها دي سببها لا 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 زعلت ولا ايه؟ لا ما زعلتش ولا حاجه، لكن الراجل دي قصدي عمله يا محمود. خلاص اهو واقف قدامك اهو، فهموا بقى انا في امين، يا اما هقول له انك راجل هايف ومنظر على الفاضي. طيب خلاص 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 اتفضل انت يا عبد الرحمن. حاضر. ايوه يا عبد الجواد تعال. نعم. اعمل لي فنجان قهوه بس بسرعه. حاضر. ايوه يا عبد الجواد تعال. نعم. ما تخليش حد يخش علينا. حاضر. يا عبد الجواد تعال. يا لهوي. نعم. ادي مين قالك تخش علينا؟ انا مش هقول لك ما حدش يخش علينا. ما انت بتقول له روح وتعالى وروح. يلا روح هات يا حرش. ايوه يا عبد الجواد، انا كنت طالب منكم طلبات يعني شغل. لا عايزين نعمل تجارب علشان ننتج السياره اللي هتهز العالم. انا مجهز لك كل حاجه ومستني اليوم ده بفروغ الصبر. هانت يا عبد الجواد هانت. بقول لك ايه؟ نعم. ما بلاش عبد الجواد دي. ما انا عايزني اقول لك ايه يا جليله؟ جليله؟ اه عايزني اقول لك يا سعاده الباشا، ده انت بجح قوي. طب 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 خلاص خلاص قول اللي انت عايزه، بس بلاش قدام الناس ارجوك. لا اقول اللي انا عايزه اقوله قدام كل الناس. ايه رايك بقى؟ فورك يا روح. ايه ده؟ قلت ايه؟ لا 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 ولا حاجه، انا كنت بتاوي. بتاوي؟ جاي تسطح كمان في مكتبك يا عبد الجواد. طيب وريني رسوماتك يا ابني. رسومات اللي وريها لك مش هتفهم فيها يا عبد الجواد، انت مخك تخين. ما طيب 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 شوف طيب. حد كبير فاهم معاه. تعالى يا باشمهندس. افندم انا عايزك تنفذ الرسومات دي فورا. انفذ المفروض دي؟ طبعا نافذ. يلا اعمل لك كلمه يا عبد السلام. يلا عبد السلام على طول. طيب انا رايح مكتبك عبد الجواد، تجيب لي القهوه بنفسك هناك ولا تلتشف منها في الطريق. ها مش فاهمه راح فين بس محمود ده. انت رحت فين؟ انا قلبت عليك الدنيا، لسه جايه من المكتب وجيت اشوفك هنا. كنت عند اللي ما يتسمى. ما يتسمى ده ايه؟ ازيك يا عايشه؟ ازيك انت محمود؟ الحمد لله. رايا وسكينه عملوا فيك حاجه امبارح؟ وسكينه دول ايه؟ ابوك وامك ضايقوكي. هما دول رايا وسكينه يا حبيبي ولا يهمك. معلش هانت، المهم انت في حد ضايقك من جماعه اياهم دول امبارح؟ لا الحمد لله ما حصلش حاجه. انا مش عارف يا محمود انت كان جرالك ايه بس؟ كان مخك فين لما رحت تتفق مع ناس انهم يموتوك؟ انا لولا عارفه انك عبقري كنت قلت عليك مجنون رسمي. وايش ما تهزقنيش قدام العمال؟ ايه؟ وبعدين انا قست يا عايش، انا قست خلاص الدنيا سودت في عيني، ما لقيتش غير الحل دي، وبعدين لقيتش الراجل هيروح هدر، كنت هروح اوري وشي لابوك ازاي؟ اذا كان هو اوكي اصلا مش طايقني ولا معبرني. ما هي انت اللي كنت هتخسري يا عايش، كنت هتعنسي وتقشفي ويبقى منظرك عرفي. ده شكل واحده هتعمل ايه؟ بلاش بلاش حركات المنظره دي، العمال واقفين هيتب في عينهم رصاصه. انت تعرف بس. لمي نفسك لمي نفسك، كنت كلك باين. لمي نفسك. كلي باين ده ايه؟ بقى سيبينا في الكارثه اللي احنا فيها دلوقتي. يا حبيبي ما تقلقش، ما هم اكيد في الاخر هيتعبوا يزهقوا. مين اللي يزهق؟ يزهقوا ابو يزيد ورجالته، ده كفايه الواد زعتر والثمان بطاطات اللي معاه، اسكتي دول ما يزهقوش ابدا. خلاص بقى، الطريقه الوحيده مع قاتلين القتله دول ان احنا نبلغ البوليس. بوليس ده؟ ايه يا عائشة؟ ايه يا عائشة؟ عايزين اروح للبوليس اقول لهم اني مجنون؟ ده اللي يستمتع بالنجاح دلوقتي يا عائشة. يا حبيبي ما انت كمان حياتك مهمة. ايه؟ فعلا مهمة، على الأقل لغاية لما اخطبك وانقذك من العيلة اللي انت فيها دي. نستنى على بواختك. ايه؟ طب هتيجي امتى؟ اجي فين؟ البيت. اجي البيت اهبي بقى. لا ما انت لازم تيجي البيت يا حبيبي. اعمل ايه في البيت؟ مش انت قاتل بابا. وابوك هيبقى موجود؟ طبعا مش هتخطبني منه. ايوه صحيح. ماشي ماشي. ايه رايك بكره؟ كويس قوي. خلاص حضروا لي تورتايه معتبره علشان تليق بمقامي. ايه تورتايه وبس، عينيا ليك يا حبيبي. وتايديها على النوتة برضو. ايوه هتقعدي تسيري معايا، انا عندي شغل يا استاذ. اتفضلي. انا كمان عندي شغل يا استاذ. اتفضلي يا روح الاستاذ. من فضلك مكتب الباشمهندس موجود فين؟ المكتب اللي هناك ده. هو موجود مش كده؟ لسه داخل المكتب حالا. صباح الخير. اسف. صباح النور. محمود بيه مش كده؟ تقريبا.
ممكن اهو. ما انت خلاص قعدت. ندخل في الموضوع مباشرة. يا ريت. اتفضل. انا عندي دعوة لسيادتك. دعوة؟ ايوه. دعوة مهمة من شخص مهم جدا جدا. جاي لك مخصوص من امريكا بلا برا. عشان اني؟ ايوه. بخصوص ايه؟ والله بالظبط بالظبط مش عارف. لكن بيرجوك ان المقابلة تكون باسرع ما يمكن. لا معلش. يا محمود ليه؟ ده موضوع مهم جدا عشانك. اسف انا مش فاضيلك. يا محمود قلت لك مش فاضي. قلت لك اسف. اللي عايزني يجيلي. طيب ابلغه. بلغ. يعني امشي؟ ما تمشي. استاذن. ما تستاذن. انا كنت ماسك فيك. مين الراجل اللي كان جالك ده؟ ده نسيت اقول لك. ده جاي لي في امر غريب جدا. تصور. لا ايه في ايه؟ انت لسه هتساليني. اهم. اطلع وراهم. الحمد لله نفادنا بأعجوبة. والحل ايه يا محمود؟ هنفضل هربانين كده؟ مش عارف. المفروض اتفاهم مع الراجل دي. لازم افاهم الحمار دي. اني مش عايز اموت. ومدام حمار هتفهمه ازاي؟ صحيح. اول مرة في حياتي اشوف بني ادم مخلص في تأدية عمله. المهم دلوقتي انت اطلع استريح وانا هبقى اكلمك اطمن عليك. ما تيجي تغدي معاي؟ اتغدى ايه؟ ده انا ركبي سايبة. ما انا هغديك كوارع. النبي انت فايق. حاسبي على نفسك يا عيش. يا مؤاخذة غلطت في الأرض. لا يا أستاذ محمود أنت ما غلطتش. أنت ما رضيتش تيجي تقابلني. جيت أقابلك أنا.
مستر جون ألان. ودخلت هنا ازاي؟ وهي دي مشكلة برضو مستر محمود؟ وإيش عرفكم أصلاً أنا نازل هنا في الأوتيل؟ داخل حد تاني يعرف ويطب عليا تبقى مصيبة. حد زي مين؟ زي اللي كان بيجري وراك بالعربية محمود بيه؟ اهدي ده أنت كنت مراقبيني بقى. بروبابلي احتمال. احتمال ده أنت ضقرم أنت ولاد الزقريدي دي. ده بكل تأكيد. دي مش مهم. المهم الموضوع اللي أنا جاي علشانه. هبسي. تريزي بو. بتطمن. مستر جون بس هو اللي يقدر يدخل هنا. مستر محمود. How much? انت عايز كم؟ كم فلوس؟ عايز كم عشان تدينا الاختراع بتاعي انت؟ ومين اللي قال لك ان هبيع الاختراع بتاعي؟ الاختراع دي انا هديه لمصنعي، وبلدي هي اللي هتنتجه وتصنعه وتصدره لكل الدنيا، واذا كان على الفلوس بلدي هي اللي هتديني. بس احنا بندفع اكتر كتير. 2 مليون دولار. لا 2 مليون دولار، والدولار ب 125 سار. احسبها 150 125 قرش. يا زئريت دول تحت حساب واني نمبر يو ويش. احنا تحت امرك. دول ما يهمهمش الفلوس، دي شركه كبيره قوي ويهمها انها تحافظ على اسمها وسمعتها. في طياره مستنيك اذا كان يحب يشرف على العمليه بنفسك. الكلام ده كله منوش فايده، لان بلدي هي اللي هتنتج العربية ومصنعي بالذات، وده اخر كلام عندي. I'm authorized to pay you 5 million dollars. بقول لك عنده تفويض يدفع لك 5 مليون دولار. I'm very sorry. 7 millions. قلنا نو. 15 million dollars. ولا ملايين العالم، رايح روحك. انت كده بيأثر على انتاج اكبر مصنع سيارات في عالم، وده مش ممكن يحصل. امبوسيبل. الزياره انتهت يا مستر جون، وانتهى الدرس يا غبي يا زئريدي. انا هيدي لك فرصه يفكر. في طياره جاهز عند 15 مليون دولار ان كاش، يعني 15 مليون دولار من ابو 125 سار. نو يا جون نو. You must know, you understand me. العربية دي اللي هتصنعها مصر وهتصنع هنا في مصر، مفيش مصنع من مصانع العالم هتقدر تاخد الاختراع ده مني. فاهمني؟ فاهمني يا جون يا دون؟ اتكل الله معاه. خدوا اسحبوا بسلبي. يلا بره من غير ما تروح. بره ما تقلدك ليش؟ ماشي على الكورنيش. يلا بره. دماغه زي حجر ستوبد. والحل؟ انتوا ازاي تشتغلوا في الازرق زي ما انتوا بتقولوا؟ مش انتوا بتقولوا كده؟ مظبوط. خلاص بتشوف لي حكايه الراجل اللي كان ماشي وراه بعربيه والبنت اللي كانت معاه دي. عايز اعرف كل حاجه ان فول ديتيل. اوكي. الاختراع دي لازم ناخده بالتمن، بالسرعه، بالذوق، بالاكل، طبعا باي طريقه. تقبلي الوعد ده يا عائشة، كنت فين؟ يعني هكون فين بس؟ ما أنا قاعدة هنا في البيت يا سي محمود. طب ما تيجي يا عائشة، أصل أنا قاعد لوحدي وحاسس إني محبوس مخنوق. أيوة في حاجات حاصلة. في راجل خواجي جالي بيساومني على إنه يشتري الاختراع. أيوة. ما أنا اكتشفت إنه له علاقة بالراجل اللي جالي المصنع، الراجل اللي صغنطوط الترانزستور الزئريدي دي. عشان كده بقى. طيب اسمع، ما تيجي نسهر النهارده في النايت كلاب. لا لا، اللي هنا في الاوتيل. هي خلي امك تزغرط. عشيك يا عاش. بس بقول لك البسي لبس حشم. ولمي نفسك لمي نفسك لمي نفسك يا عاش. يا حبيبي مفيش جورنال كبير في العالم ما اتكلمش على الاختراع بتاعك ده. لا والمجلات كمان.
لو كلهم بيقولوا ان الاختراع ده هيقلب الدنيا. مش بيج يقفل كل مصانع السيارات اللي في العالم. طبعا يا عيشة دي مسألة صغيرة. لا انا كل اللي هميمني ان الاختراع ده هيخلي اسم مصر لفوق 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 اكبر من الدنيا كلها. انا اسعد انسان في الدنيا، اسعد انسان يا عيشة. عارفة ليه يا عيشة؟ ليه؟ عارفة ليه؟ ليه؟ علشان انت جنبي حبيب. عشان انت جنبي ودايما جنبي يا عيشة. فيش حاجة ناقص علي عيشتي غير الراجل اللي اسمه ابو اليزيد دي. الله يخرب بيته. رقاصة في رقاصة في المركز يا عيشة. Thank you.
دي ايه السهر الجميل دي؟ ليلة ولا كل الليالي يا ليالي؟ ايه السهر دي؟ كان عندي بنت اسمها عيش تضرب بانس بستان يطير هتغلب النهار زي الفيلو هتكتب كتير المية دي الميلاتشان وطفي نار البردان يا حلاوتي المية والبانيو مليان البانيو مليان ستاير النسيان نزلت بقى لها زمان يا بتاع الرمان رمانة خربان يا بتاع الرمان رمانة خربان ادي انا انت مين احنا المعلمين المعلمين ادي اللي ماشيني وبتسحبي بغزل البنات بغزل البنات يا حوستك يا حوستك يا محمود يا زاهر يا عبد الظاهر دي بنت اخر هذه الحوسه مفاجأة مش كده؟ هي مفاجأة بعقل طبعا مفاجأة لما قلت هاني 100% في غلط في الأوضة لا مفيش مفيش زي طب انت مين؟ أنا سونيا سونيا ولا سوبيا بالقرفة مين يعني؟ واحدة زي القمر ايوة زي القمر ما قلناش حاجة بس دخلت هنا ازاي؟ يمكن الحمام مشترك بيني؟ وايه المانع؟ لا مفيش مانع ولا حاجة بس نرتبها مع بعضينا عشان انت تخشي مرة ونخشي مرة ما نكسرش حياة بعض دمك خفيف قوي يا مضروب يا دير النبي ترتيب ايه ده تعمل ايه؟ استر نفسي استهاني ما الله يسترها معاك استر نفسي عايز اخرج تخرج تروح فين؟ انا مش عاجباك ولا ايه؟ لا انا ما قلتش حاجه انت تعجبي الباشا بس لا مؤاخذه يعني انت المستقبل قدامك اخضر لسه وبعدين تبوظي اخلاقك خايف عليكي وبعدين لا مؤاخذه استعاني لا مؤاخذه لا مؤاخذه هنقضي الليله سوا اهل القرارات السريعه دي مين ومين؟ انا هو انت لا معجبه مين؟ كل حاجه فيك عاجباني استهاني انت شايفه غلط انت شايفه المسائل سكوب انما يعني لو دققتي حاسبي ساتر حاسبي ساتر يا حاسبي فاول يا حاكم يا انيسي انا في عرضك استوري عرضي انت ما عندكيش ولايه ولا ايه؟ من ساعه ما عينيا وقعت عليك وانا مش قادره اقاوم رجولتك الكلام ده مزمزال انا في عرضك في عرضك انت اصلك مش عارف قيمه نفسك ها الكلام اللي بتقوليه ده مزمزال في عرضك يعني امشي لا امشي انا امشي احسن كده امشي لا مؤاخذة المفروض البس القميص الاول ثانية واحدة ايوه انا ماشي قاعدة؟ ما تمشي؟ ها؟ أنا ماشي. أنت قاعدة هنا؟ وأنا ماشي. أمشي؟ أنت حر؟ امشي؟ وأمشي ليه؟ أمشي ليه؟ اللي عايز يمشي هو، أنا ما بمشيش، أنا ما بمشيش، خليني مش عارف. يخرب بيتك وبتعيشتك. الو ايه يا محمود انت فين يا حبيبي الله انت نايم ولا ايه لا ابدا مش نايم امال بتعمل ايه ابدا اني 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 بعرف كتاب نعم بتعمل ايه بعرف كتاب كتاب ايه ده يا حبيبي كتاب في الذرة اما الذرة دي عايشة الذرة دي اتضح انها ليها حق في البلاوي المتالتلة اللي بتعملها في الناس يا لهوي الله ايه اللي بيترقى عندك ده يا محمود؟ ما هي دي الذرة عايشة الذرة بتترقى؟ اصل الذرة مولعة عايشة مولعة والله ما انا فاهمة حاجة من اللي بتقوله لكن قولي الكتاب ده لقيته فين؟ لقيته في البانيو قصدي في الاوتيل
الظاهر يا عائشة انهم بيدوا على كل اوضة كتاب. ايوه يعني تاخدي الاوضة بكتابها. انما كتاب ايه؟ ويلها يا عائشة ويلها. خرابي ايه دي؟ ايه دي؟ نهايته اسيبك تخلص الكتاب. داني هخلص لك على الكتاب كله صافحة صافحة ويمكن الاقعه. تصبح على خير يا حبيبي. باي باي. بقول ايه؟ مش ناخد كاس الاول؟ كاس كاس بس ده كاس والدوري والاولمبياد كمان. يلا ادي ادي يا ناس قاعدة صواريخ متنقلة. ادي ويسكي ليلتنا اطلاع وثقافة. اشرب ويسكي اشرب ويسكي اشرب ويسكي اشرب ويسكي خلي يومك طين. اديها هادي خلاص. يا ليل يا عيني يا عيني يا 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 ليل يا مزوقين الحلاوة كل ساعة لون سر الجمال في الحلاوة والمش مهم اللون. الشنطة فاضية روح خالتك. فاكراني كرودي الاختراع في الحفظ والصون يا حلو انت. غلبتني. شكري. شكان. وبالشمال كمان ماشي. يا صايعة انت هاد الضربات يا متغزية كل ده يطلع منك. يخرب بيتك. انا كده واوا. خلينا حلوين خلينا حلوين مع بعض بقى بلاش نظرة تقل دي. خلاص سوري. لا ما نمسوري خلاص احنا اخوات. شو تتكلم ازاي احنا اخوات وخليكي نعمة معايا. خليكي نعمة معايا بيتك كده. انت ما ضربتش فيك ليلة امبارح. لا لا انا سكت لك قوي بقى رخص. تعالي حضن كبير بقى حضن كبير بقى حضن. تعاليلي تعاليلي يا مخدتي تعاليلي يا مخدتي يا مريحاني تعاليلي. أنا يخش عليها شغلها جايز دي اهو الاختراع الجميل. اذا كنت انت سونيا انا معايا الفوني. ايه الاخبار؟ ده مش بني ادم ده خطير. بس هروح مننا فين؟ Thank you.
انا لازم انبه محمود. يعني لازم شغل الجنان بتاعك ده يا محمود يا مش هتفني. اوه اي ام سوري. عايز افهم. لاني مش هيك هتجازي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده كلام جميل وميت فل وعاشة، بس انا مش فاهم حاجة. تجازي هنا تجازي نهيكة تنهينا ها تشوتا نهين بنهين دهين ده بهذا. ما انا بنعرف نقوله ده بعض برضه، بس عايز افهم. تجازي هيا بتاعت كوتشانة ايه وطاولة ايه يا راجل انت؟ اني مستعد الضريب، انا ما عنديش اي حرج ولا خجل، بس اني عايز افهم. يا جبال ايدك ناشفه. انت هشتغل في الهجاء يا سلام، انت لا هشتغل في الهجاء يا سلام، ده انت نص خناقتكم كلام. لا انا هشتغل لك في الخفيف. لا ده احنا مصريين وحلوين قوي، فاهمني ولا لا؟ هتعمل لي شويتين هعملهم لك. كده البطلان، كده البطلان. كده القميص بتجري واحد امك. ايه الشعر الجميل؟ عايشة عايشة. ايه مالك يا حبيبي مالك؟ حاسب الهدوم تكرمش شايفة عايشة. العالم كله بيضرب فيا من الصعيد لاخر العالم بيضرب فيا الجوبة ده. لو وطوي هدومي. معلش يا حبيبي معلش. تعال تعال حبيبي معانا. حاسبي هربيتو يا عايشة هربيتو. خلاني بماذا هدومي وعايز يسأل اختراع. اختراع اختراع اختراع. اوه يا عايش داني محمود زاهر عبد الظاهر يخميني هاني ويسأل اختراع. طول ما هو ملزوق في جلدي مش هيفارقني. الحمد لله حبيبي. سوقي سوقي يا عايشة سوقي. لا ياباني ولا غيره. ودياني فين؟ مودياك بقى تعمل مساج وساونا وتخرج فايق على الاخر. خدوش يا سلام الواحد بقى فيش فيش. يا سلام ايه الساونا العجيبه دي والمساج؟ اول ما دخلوني هشملوا مساج افتكرتهم ضروري كنت هطبع فيهم ضغط. خدوا عظمي شو لبسوني عاملين زي رجل مطافش. ايوه بس ايه حكايه تاخير ابو يزيد دي؟ لسه واقف على المصنع انا كنت ناقصه. يا محمود انا قلت لك لازم تبلغ البوليس عشان ينقذ على الراجل المجنون ده، وكمان عشان يحموك من اللي بيحصل. انت دلوقتي شخصيه مهمه. يا عايشه انا ممكن ابلغ البوليس والناس الاجانب ما عنديش مانع، بس هم فين؟ اروح البوليس اقول لهم مين ولا مين دول كده بيطردوني كده. يلا يا عايشه. على رايك. يلا قبل ما تقع. طب على ايه يا محمود نبلغ البوليس بالنسبه لابو يزيد؟ ابلغ البوليس ازاي؟ عايزهم يقولوا عليا مجنون. يا حبيبي يقولوا عليك مجنون احسن ما تموت في طيس. لا لا يا عايشه صراحة بقى أنا إن ما متش على إيد أبو يزيد هموت على إيد الغرب، ويبقى كده زيدنا في دين أحسن. يا محمود أنت بتهزر؟ هو أنا حبيبي أقدر أعيش من غيرك ثانية واحدة؟ طيب زقريدة بلاش السواكة دي. صحيح يا زقريدة أنت بتحبيني؟ طبعا يا حبيبي. طب بلاش النعومية دي أحسن، ضميري هيأنبني على اللي عملته إمبارح. ليه؟ هو حصل إيه ليلة إمبارح؟ لا لا مفيش حاجة مفيش حاجة. لا أصلاً امبارح اسكوتي مش مسكت كتاب الزر وقعدت اقرا فيه. كتاب في الزر. ايوه. طب خلينا بقى في موضوعنا يا حبيبي. ايوه. خلاص هنبلغ البوليس. البوليس اللي طلع عليك ده عايش البوليس ده. خلينا احنا بقى في الاهم.
هاجي تروحي البيت عندي تجيبي لي اي هدوم البسها، انا هدومي قرحت واتقطعت واتبهدلت، ده الراجل بتاع الساو ده لما هم لي في وشي بطول دراعه ما طاقش يديهم لي. يا بنتي ضربت ضرب يا دي قريبي فوق دماغي انا كسرت الدبه كله في ده الاختراع. خدي يا حبيبتي اروح انا اجيب لك الهدوم. بقول لك ايه، خلي بالك من نفسك يا حبيبي على ما رجعت. تعال. ايه قلت يا قلت؟ خلي بالك من نفسك يا حبيبي. لا قولها لي بغموس مش حاب. طيب باي. طيب باي. انيميشن في ماموريه. ماموريه ده يا جدعان مستنيينك. حضرتك هتيجي معانا؟ اجي معاكم فين؟ مشوار صغير. يا سلام ببساطه كده تبقوا اضرافات. بصراحه ما اضمنلكيش الكونسيكونس. نعم اقصد العواقب. خواجه بتقول عواقب زي ايه؟ متربي في التسيه. انا شايف انك بتهزري مع انك في ازمه. ان ا فيري باد سيتويشن. يا سلام لا مش قوي كده يعني. الواحد فين دي؟ بالله. الو مين؟ ايوه انا طبعا. امال هيكون مين؟ لا مش موجوده في الشغل. بس يعني كنت بسال، يعني هي ما جات لكمش تاخد حاجه من عندكم كده ولا كده؟ تاخد حاجه في ايه يعني؟ بتتعصب عليا؟ لا مين بشتغل عندك؟ ايه خلاص ما تقلقوش انتوا، المهم انتوا ما تقلقوش، انا هدور عليها يا عمي. عندك يا اخي عمك دبب. انت بتقفل السكه في وشي؟ تقفل السكه في وشي؟ منك لله منك لله. عارف سايباني لوحدي وراحت فين دي؟ راحت بني داهيه ولا مصيبه؟ انجينير محمود عبد الظاهر. ياس ايوان. انا هخش معاك في الموضوع على طول. احنا جينا لك الاول بالسوء. And I'm very sorry انت اضطرتنا نخش معاك مدخل تاني. احنا تحت ايدنا دلوقتي مس عيشة، اظن تعرفها كويس. بتقول ايه؟ طيب اكلمها. الدبان الازرق مش هيعرف لها طريق. جره جره انت بتقول جره يا جربان. مفيش قدامك غير سكه واحد عشان تنقذ حياتها، ده اذا كان يهمك امرها. طيب اديني عايش. احنا التعليمات عندنا واضحه، واذا ما جبتش الاختراع بالكامل قبل الساعه 4 هنخلص عليها. عايز اكلم عايش. في عربيه هتجيلك الساعه 4 قدام الاوتيل at 4 o'clock sharp، هتجيبك وتجيب الاختراع معاك. مفهوم؟ عايز اكلمها يا جون. جون ده انا اكلمها. مفيش مانع هاتوها. محمود انا عايزه يا محمود. ما تجيش يا حبيبي ما تجيش. انا كنت عايزه اضحي بنفسي يا محمود. تضحي بنفسك ازاي يا عائشه؟ انت اتخربشتي في مخك. احنا ما بنهزرش. العربيه هتجيلك الساعه 4 اكزاكتلي، ومن هنا للساعه 4 فكر زي ما انت عايز. I'm
اهدي قبل مشاور للتاكسي وقافلي ما شاء الله ده ولا شغل السيمه اطلع دغري تصميماته وبراءه اختراع لا ورق ولا تصميمات ولا براءه اختراع ولا زيت وابعد عن وشي لك ارمشهولك الله برجلي مسلوخه جوه اه جوه بيحبني اهلا يا محمود اهلا انت فين احنا قلبنا عليك الدنيا اديت العبايه الاخيره للاستاذ عبد السلام ايه الشياكه دي يا محمود ايه الغداده دي بتضحك ليك نفسي تضحك انت دايما بتضطهدني ليه يا محمود عشان لو عاوزك بيه ما انتش عارف بالكارثه والمصيبه اللي فيه ايه حصل ايه جماعه الدرجات اللي بيتضلوا عايزين ياخدوا مني براءه الاختراع انا عارف ان كل الناس بتقلب عليك الدنيا ولا يهمك انت وشلوت شلوت ايه انا اللي خدت شلوت ليه خطفوا عيشي ايه متقوى منك ليه الان زي ما بقول لك كده هي وخطفوها وبيهددوني بقتليه هي لو ما سلمتهمش اختراع خلاص نبقى البوليس حاضر بوليس اختراع بوليس قال دي مافيا مافيا دي عامله حسابها على كل صغيره وكبيره واي غلطه مني ممكن ينفذوا تهديدهم ودول الجماعه ما بيهزروش طب والحل ايه مفيش حل لازم اديهم براءه الاختراع انت اتجننت انت اتجننت امال عايزيني اسيبها تموت نفكر فكر ايه انت بتعرف تفكر ولا تهبب شو مفيش وقت مفيش فرصه المعهد عندهم الساعه 4 ولا يمكن اسيبهم يقتلوه محمود التصرف اللي هتعمله ده غلط ايوه ممكن يعرضك للمساءله القانونيه انتوا بتفكروا في مصلحتكم وبس انا بفكر في الانسان اللي وقفت جنبي ساعدتني وامنت بافكاري ومستقبلي وبعبقريتي في الوقت اللي كلكم اتهمتوني بالعتب والبنون منك الا اشوف فيك يوم يا عبد الجواد انت وانيسه ومراتك تشحتكوا عشان عايزين نتسبب في موته انتوا كده تبقوا انتوا المجانين والمعادين محمود ماشي ماشي بلا محمود بلا زفت انا بقول لك ايه انا جاي اقول لك الكلمتين دول وبس انما القرار انا خدته من زمان من ساعه ما عرفت انهم خطفوه عن اذنك ما تفتحش بقك فاهم ولا لا يا ابني بلا ابنك بلا زفت بقول لك ايه لو بلغت البوليس هيش هتبقى الخطر واني هنتحب في التو واللحظه فاهمني ولا لا منك الا يا ربي يعني ما يخترعش الاختراع العظيم ده غير المجنون ده ده من ايد الواقع لا يعني ما قدرتش على الحمار هتقدر على الاحمر منه محمود يا حبيبي طب يا شرقانك الدمك انزل زق انت زق انا هطلعها لك بسرعه انتوا اللي مستنييني انتوا اللي تبع جون يس جون منزل ايدك افتح لي الباب
نزل ايدك. فاضي احكي لي كل اللي حصل. ابوسك عايزه لا مؤاخذه. انطق يا عيش انطق انطق يا عيش انطق يا عيش. استنى استنى بالراحه عليك. خلاص خلاص محمود انت ايه جابك هنا يا محمود؟ امشي اوعى تديهم اختراع يا محمود. دوم اختراع دي الدنيا كلها لا تساوي قلامة زفر من اطرافين. تعال يعني انا محمود بتحبك. طيب اللي بحبك بحبك انا. ايه طبعا كده الاول. طيب حبيبي كنت مغطش بتقولي الكلام الحلو ده ليه؟ زمان انا كنت فاضي، كنت فاضي ليكي ولا الاهلك عشان احط احب فيكي. اهلا وسهلا مستر محمود. اهلا سجاد، اهلا ست سوني. انا نفسي افهم ايه اللي جمعكم مع بعض؟ عايز افهم مع انكم جوه نفسيكم بتكرهوا بعض. احنا مصلحتنا دلوقتي كلنا سوا سوا ان اختراع كبير زي ده ما يطلعش من بلد صغير زي بلدكم. مش معقول بعد ما طول عمرنا بنبقلكوا نيجي نشتري منكم، دي تبقى مسخره. ايه دي كمان صعبان عليكم اننا نقب على وش الدنيا؟ احسن لك تدينا الاختراع. انتوا ايه؟ ما انتوش خايفين بعد ما نخرج من هنا بعد ما عرفنا المكان نبلغ البوليس؟ مش هيزوكي على قفاك يا بعد نص ساعة اكزاكتلي كلنا هنكون باي باي برا مصر. يعني هتقتلوني؟ بقول لك هات الاختراع. خالص يا ابو الوزير. بعدين حبيبي تعالوا هو تعالوا. حاسب يا عايشه منك فيها تفعيل ده وقته. من تحت الارض يلا. نامي يا حلوه نامي. ها you
احنا هكدموكم. يا نهار اسود، بقول لسعادتك ايه؟ هنخد تحتك. إذا سمحت ناويني البنطلون عشان أضرب ببريستيج. كان من خيرة الشباب. يا ابن الجنية داني القواني ما اقدرش اعمل حرم. ترى اليابانيين وانيتا هوغايا. تعال تعال جد امك هتغرق. تعال اوقف الشمس. تعال ترى اليابانيين وانيتا هوغايا. عبد الجواد وسام سام ورجال الامن. ايه الحكايه؟ مش فاهم حاجه. احنا كنا مراقبين العمليه من الاول لاننا حسينا باللي كان ممكن يحصل لك بعد الاختراع العظيم اللي انت اخترعته ده. الله يكرمك، كان في بهايم مش فاهمين الحكايه دي. اتفضل سعادتك. احنا كنا مستنيين لما نشوف هيوصلوا لحد فين ونقبض على العصابه كلها. يا استاذ محمود، انت ثروه قوميه، ازاي كنا هنسيبك لوحدك؟ اهدي اهدي يا عمي يا مستتب دي، الذكاء والالمعيه والعبقريه دي، انتوا حمايتني، انتوا اللي بتحموني. بس انا في حاجه مستغلقه عليا، انا عايز افهم ايه حكايه ابو اليزيد دي بقى. ابو اليزيد بعد ما كان بيراقبك قبضنا عليه واعترف بكل حاجه وشغلناه مرشد معانا بعد ما فهمناه ايه هو الوضع. كل ده يطلع منكم يا عم. اهدي اهدي الفكاكه دي. وقالسي جون بيقول بلد صغيره. قال انت فاكرنا بنلعب يا محمود؟ انت فاكرنا بنلعب يا محمود؟ اسكت يا اخويا اسكت. اهو اسكت. انا ما عنديش مشكله بالفارغ ده. امسك. تعال انت يا عيشه. تعال تعال يا حبيبتي. تعال يا عيشه يلي وقفتي جنبي في نجاحي. بيتك وبتعيشتك صنع في مصر.